هلا والله، أنا عمار الشيخ. بالنسبة لي كل يوم تعيشه هو عبارة عن مغامرة جديدة في حياتك، بس اليوم مغامراتنا مختلفة. تعالوا معي. المغامرة الصح ما يبي لها إلا ريوق صح، وقهوة حوجي هو الخيار المناسب. وطبعا كل مكان بنروحه لازم نحط بصمتنا على السيارة. في اليوم تحتاج أن تهتم بصحتك وتعطيها حقها، وأنا عن نفسي أعرف شنو أعطيها حقها بطريقتي الخاصة. كل شخص يحتاج وقت حق نفسه بعيد عن زحمة الحياة. المغامرة عاد ما تكمل إلا مع ناس تشجعك. خلونا نمر على الشباب. والحين أقدر أقول إن مغامرتي مع نيسان بترول انتهت لليوم، لكن أنت متى راح تبتدي مغامرتك؟